يليق بكم وفي مكانكم العظيمة في قلوبنا وفي قلوب الأبطال. وبعد رحلة طويلة دربنا جنودنا الأبطال على العديد من المهارات القتالية، منها دورة المدفعية والاستطلاع والعيارات والهندسة الميدانية والمسلم والانضباط والذكاء وسرعة الفهم والتركيز. الضيوف الكرام الحاضرون جميعا، لقد منحنا من خلال الدورات المكتبة مد الجنود الأبطال بالعديد من الخبرات والمهارات التالية التي يجب أن يتحلى بها كل جندي مرابط في جبهات العزة والكرامة والشرف والنزال. بمناسبة
يا موطنا يا موطنا هام الفؤاد بحبه. اليوم جوشت الجبال وسطروا بعد المعارك كل يوم ترى يحمل وحد الله. هذا كان الطهر.